السلام عليكم يا الله المتابعين، معكم الوليد فيصل. واليوم عندنا فلوج بنسوي سحور مكسيكي. اقرب ماله تشابوتلي، مطعم تشابوتلي الامريكي. هو مكسيكي بس انه بامريكا. بس هو امريكي فعلا؟ ما ادري هو امريكي ولا لا. مو بامريكي بس انه عرفناه بامريكا. واقرب مطعم عندنا له اللي هو فاير جريل، قد صورنا عنه فلوج قبل. تعرفون فاير جريل اللي هو عباره عن فاصوليا ورز واشياء يعني قريبه ستيك دجاج. اي ستيك دجاج تقريبا، اشياء مكسيكيه وقريبه للصحي. عشان ما نطول بالبدايه لانه اخر فلوج صراحه طولنا، صار الفيديو طويل مره، قعدت منتجه 4 سنين صراحه، اللي هو فلوج السحور تذكره؟ الله يطول بروفة رمضان، هذاك طولت فيه. نقول مع انه مطول مره وليد ما يقدر يعني يوقف بعدين يستأنف بعدين، لانه هو شغل متواصل كذا. إيه. لازم شده واحده. فما نطول عليكم، خلنا نخش على طول بالسحور بنحضره قدامكم. يلا. بس هو صحي؟ صح ان شاء الله. هذه المكونات كاملة عشان نسوي أكلة مكسيكية أو صحن مكسيكي واحد. بتشوفون تنصدمون يعني وش المكونات هذه، لكنها كلها بسيطة يعني وعلى طول تتسوى، يعني ما في شيء صعب. عطنا الأساسات فيصل. عندنا اللي هو الأساس اللي هو الرز، رز بني أو رز أبيض أو رز أصفر أو احنا كنا بنسوي رز بني، بس إنه ما لقيت عندي رز بني بالبيت، قلت أخذ أبيض فعادي يعني. طبعا الرز البني ما يحتاج أقول لكم إنه صحي مرة، مفيد مرة، عالي بالالياف، ممكن يحسسك بالشبع بشكل ابكر من الرز الابيض. ثاني مكون اساسي اللي عندنا الدجاج. طبعا في بدائل له كثيره، دجاج بريسكت. الدجاج طريقته عباره عن صدور دجاج، بابريكا اللي هو باربيكا عند فيصل، فلفل، ملح، زيت زيتون فقط، يعني ما في اضافات زياده. نقلبهن على يعني زي نشويهن كذا تقريبا. فما في اي فلسفه بالدجاج، لا تحطون تتبيلات بدون. هذول المكونات اللي تحشوفون انه صعب، اللي هو الخس، فاصوليا حمراء او فاصوليا بنيه او فاصوليا سوداء. إيه؟ في صوص فاصوليا سوداء اتوقع، فيه او حمص يجيك الحين نسخه العرب. لا انت تخليه عربي كذا، تخليه لا، وبدال بعد ذي الصوص يحط طحينه. الزبده مالكم بالطويله. المكونات مثل ما تشوفون ذره، فاصوليا حمراء، خس، ساور كريم اللي هي الجبنه الحامضه او كريمه الحامضه، زبادي، بصل، ليمون، طماط، كزبرة. كويس، تو قال بقدونس وصححه. شو الفرق بينهم؟ الريحة والشرشرة. الشرشرة أنا إلى الآن ما أفرق بينها، اللي ما يحطونها كلمة. أحب الدكتوراه بالأشياء هذه، من يوم ما عمري 10 سنين أروح سوبر ماركت. بس إنه فيصل عموما إذا طلبت منه أي طلب من البقالة جيب لي موية، ما تحدد لا كمية يحدد ولا نوع ولا لا شركة. فيصل أنت هم اللي جبتوا شركة فلانية، يا أخي ليش ما جبتوا شركة فلانية؟ يا أخي غبي، كم مرة إحنا نشرب الشيء فلان؟ فيصل يعني أنت ذكرني ب شيك. عمرك شفت ان اشرب حليب من الشركه الفلانيه؟ عمرك شفت ان اشرب الحليب هذا؟ انه انت انت خلاص 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 ريلاكس. طيب كل واحد بيسوي الطبق حقه. اول شيء الاساسي اللي هو لازم يصير اللي هو الرز الابيض، هذول توبنج يعني بعدين الاشياء اللي بنحطها فوق، فخلها على جنب شوي، وانا بقطع الدجاج. وانا بسوي سور كريم. سور كريمه كميه بحط العلبه دي كامله وحطه مثله زبادي عادي. اول شيء تقطعونه بالمنتصف كذا، تقلبونه زي الخضار يعني. الله كريمه، انظروا كريمه، غريب شكله. عادي تاكل دجاج مهروس، اني هرسته انا. بعدين نحط مثله زبادي. ايش سويت انا؟ هاي الدجاجة الأولى قطعناها، وهاي الدجاجة الثانية. الله يجرن على هالسكينة. راه تقلط صدر ذا طارف شوي، تقلي يبي أحد. هذا بعينك من زمان أنت. الله، ما بالدجاج. اخلط اخلط، بجيب منديل أنا. والله إيه. لازم يصير آبل اللي هو السيولة زي كذا. نبي نصبه بالنهاية عليه. اي مو مرة سايدة. وهذه هي جميع المكونات. المكونات على قول فيصل. أول أساس عندنا أول شيء يغرف لي رز، كل واحد يسوي طبق وزين صح؟ لا، المشاركة أحسن. حلوين بس ما أبي واجد. ترى واجد ذا قوة، ما تحتاج كارب. حبيبي شنو فيه؟ طيب، الطبقة الأولى عندنا رز. الحين خلصنا من الطبقة الأولى اللي هي الرز. بقي الفاصوليات؟ الدجاج أول. دجاج اول؟ الا فاصوليا صح، فيصل اذهب من طلع. بلاكر تذكر انه يحرق فاصوليا قبل. بلاكر فيصل نمبر 1، الفاصوليا الطبقة الثانية. طبعا يقول لي الفاصوليا هل هي بروتينية او نشوية؟ تعتبر من النشويات. يعني ما ببروتين دي فيصل؟ الا بروتين بس انها نسبتها يعني اقل من ال 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 الحبوب الثانية، فهمت؟ الحين عندنا طبقة الفاصوليا قضينا منها، بعدين الطبقة الثالثة اللي هي الدجاج.
في شيء طاحنة تقيل هذه أما بشيل عن الفاصوليا اللي أنا ما أصلح تصير مع الفاصوليا طيب كذا حطينا الدجاج بقي لك شوي دجاج أنت ما يحتاج إنك أنت ما تحتاج بروتين مش شايف إن ما يحتاج بروتين هاي الطبقة الثالثة اللي هي الدجاج مثل ما قلت لكم حطوا وبيان حطوا سمك حطوا أي شيء يعني من اللحوم لا أول شيء خس وطماط لا الخس أعلى شيء دائم يصير شيء يقال كلمة سر هي عشان تطلع طعمها زين كلا واحد نسينا مكون مهم جدا اللي هو الجبن أنا والله نسيته أنا حاطه ونسيته بالثلاجة بعدين جبته إحنا بيج فان للجبن الصراحة جبن شيدر ها طبعا هو مو مكون أساسي بس دائما إذا رحت المطعم مكسيكي أحطه طبعا الجبن مو بالآن يحط آخر شيء بس بفكه خليه هنا الله حسني بالأثيمول أثيمول يا قدمي والله حق الذرة ذاك والله ريحته نفاثة يا أخي ريحة الزبدة اللي حطه مو زبدة بعد يحط مارجرين ما أدري شو اسمه ذيك اللي لو تشوفه سمنت بحط ليب شوي بصل أنا ناوي يا أخي سهل يوم حط لك شوي بصل بصل أنا باخذ شوية طماط عاد أقول لكم شيء نسيت ذي بفريزر عزيز أطعم له عشان نظر طلعت تقول سكريم تخشخش شيل سكريم حط طماط شوي لين أحط طماط أنا ناوي برد أبي برد لعلي نسيته وراح حقتك كثير كزبرة لماذا؟ الظاهر أنه الآن نحط السور كريم لا إلا بعدين أنت تقول فوق الخس مالك لو أريد حط أول شيء الخس أنت أجيب المقطع اللي تو قلت بوها آخر شيء الخس واحد قال لي قضيت السور كريم عنا يا أخي ملعق شو تسوي؟ مو بهاج الأكل هذا معليش ملعقتي العزيزي حط الخس قبل إني أنا حطيت أوكي لا أنا حطيت الخس لا صح هذا كزبرة يا وليد هذا كزبرة بيسب ما طيب نحط الخس قبل بمسك نفسي لا في تصوير هذا الخس يلا حط فوق السور كريم كيف يصبح الخس حاليا والله بيطلع لك مخلل الخس الله والله مشهد صراحة أصلح عصير في داعي للأسف أنا اللي قاعد أشوف مو المتابعين طيب يلا خلنا نوريهم أوه الجبن وع الجبن قليلا انا البيج فان للجبن يعني الصراحه احب الموزريلا ترى مغسل يدين موزريلا قليل الدسم الله وش ذا جزر ذا مو بجبن خل حتى الجبن ما خلاه بحاله واروح اجيب شطه الحين ما هو شيء انت وليد احس اقبل عليك ابو جودي من هو انت ليه كذا ابو جودي تطلع شطه زي ابوه شو شطه ذا حركاته فيصل كي ناظر حليب احس ولدك بيجي نادك اسمه طعيم هو اخوه صدق انه اهزي من فايبلر واهزي من شبكلر اي والله اي والله يبدو ان المخرج غطى نصبعه يبدو ذلك انت اي شيء واحد غطى نصبعه اي هذه من البلاغه في الوصف خلينا نجرب نحط الشطه ملح يا وليد اسمع من يهرج عن الملح اذا ما سمعت الصوت هذا شيك فيصل اولا لا تشطح وانا اكل تكفى خلني اكل بسرعه انت ايش زي لك يا اخي خليني اكل بسرعه طيب كل طيب حتى لا ذكر هذا انا ما ضحكت يعني ما ضحكتني الدب حقته طب 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 اللي ضحكني انه يوم حط الشطه طلع نفس الصوت اتوقع انه تغير يعني لا انا على بالي انه يعني الصوت يعني مو بضابط معك صدق انا ما توقعته تضبط طب اذا عندك شطحة هو اذا عندك شطحة اشتح عقبه معك قولها تو انشبت اللقمه لا خلاص قضينا انا ما ادري وش سحوركم بس احنا سحورنا مو دايم زي كذا انه يعني يكون يعني شيء يعني اقرب ما له صحي بس عموما يعني السحور عندنا ما فيه يعني تفليم حتى الفطور احنا يعني من اول كان في اطباق متفرقه اصناف كثيره اصناف هذا وذا وذا يعني اشياء كذا واجد خلال السنين الأخيرة لا صار المنيو عندنا بالفطور حق رمضان مرة قليل ليه لأنه يعني ما ناكل واجد يعني الفطور إحنا شوط واحد مو شوطين شوط واحد سمبوسة شوربة تمر بس خلاص يعني ما في شيء زايد إذا نبي شيء زايد نخليه مثلا بعد صلاة العشاء أكلة معينة حالة معينة بس بالفطور لا يعني نحاول ما نفجع المعدة في حلقة ذكرتها اللي هي حقت أحمد الشقيري برنامج خواطر اتوقع اسمه رمضان بريء يقال لي ايه حلقه ذيك حلوه وبه فائده وتلخيص للي ببالي الحين اي نعم اني اجيب العيد انا احيانا بفطور افلم اضرب ادق بالخمس
بس يعني نحاول قدر المستطاع انه ما نفجع المعدة. نظرة حلقة بتفهمون ايش اقصد. انا احيانا الاخصائي اذا قام يتفلسف على راسي شلون اجي لو اني انا تخصص ادارة اعمال شو زين ذا بقدي فلم علي واتسابيات. اي صح في شيء حلو بالاكل المكسيكي يعني اشترى كل الاكل هذا شو له كله حطه بالثلاجة يجلس ان شاء الله 10 سنين قدام ما عندك مشكلة. شو مصدر؟ مصدر الوليد عالم حواء. لا مصدر الوليد ما عليك مصدر موثوق. صدق فيصل في شيء خرب؟ ايه وشو؟ خضار يا زبال. الخضار خلوه على جنب. الخضار يعني تحطه بسلطة بعد شوي تاكله. يعني الرز لا الفاصوليا تجلس الذرة تجلس الخس يجلس الزبادي يجلس قبلت عنه تقل. انا بخليه على جنب ذا باكله بعد شوي واجد الصد. الان بنختمه بترايفل سوينا امس ترايفل حطنا في الثلاجة واليوم جهز. طبعا ما خططت انه يطلع بالفلوق بس انه كذا يعني بما انه جاهز بتوريكم اياه. الوصفه موجوده بحسابي بالانستغرام. مو جاهز احنا محضرين البارح عرقت وانا احضره. ايش قلت انا؟ بما انه جاهز نصوره بالفلوق يعني الان جاهز للاكل. اي جاهز للاكل. انت الدورة الزله فيصل الان ارتفع عنده مود صدق مرت اكلت صحن زي السكر كامل. ارفعه ورا الترايفل. طبعا اللي ما يعرفه هي عباره عن حلى المانجا مانجا كريمه مانجا كيك كريمه yes. مانجا كيك كريمه مانجا كيك. ترى فيه الوصفه موجوده بحسابي يعني مو بس حساب فيصل في تغذيه. الله هذه لك صح. لا ترى حلا اوكي انا مزين مو بعيشه توك ماكل عيشه انا يعني. انا باخذ لي حفنه بسيطه حفنه حط 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 زود يا اخي انت ما اعطيتنا الطبقه الاخيره هي اهم شيء هي لوب ترايفل برجر كيك. طلع شحلاته طلع شحلاته واو الله معك الحمد. صح الواحد يحتار ما يدري هو ياكل اللي جنبه ولا ياكل هذا ولا كل 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 بس يلا خلاص قضينا. تقيل تقيل بس طبعا يناظره يبي بعد شوي. انا عارف نفسي النفس امار بالسوء فغطوا هالان ودوا هناك الحين خلاص. عندي اضافه بدي اجيبها لك وجهي. لا خلا خلا هذه خلا خارج النص. وش وش لا ولا فيصل بيروح يجيب بيروح يجيب. يا الله ما شافوا يقول لي ذا. انا اقول لكم بيروح يجيب ثلاجته او جاب شيء يتعلق به ريقلعوه. وش يعني رايح عشان تجيب بيبسي؟ لا رايح على اجيب لك طريقه شلون تخلي بيبسي سلاش. شلون؟ خلاص فكه خلاص فليت امه انت اعدمتنا يا فيصل. طب وش الطريقه اللي تخلي بيبسي سلاش جمده؟ فيصل انا عارف ايش بيسوي. بيسوي زي الفيديوهات هذيك اللي يصب هذا البيبسي بعدين يصير سلاش. طب وفعلا صار حبيبي تجمد بعد ما صبيناه وتشوف بالهنايا والشفاء. هو سلاش ثقل بالسينما حنا. فيصل حقته اليوم حقته. إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات وإلى بلوج آخر بإذن الله. عندك إضافة فيصل؟ مع السلامة. لأنه بيجيب العيد أكثر فعمل الله طالما منظفة الحوسة ذي اللي أنت فيصل خلى على جنب شوي. خلى هذا يسبه. أنا عارف أبدأ هوج يسبه. خلى شوي على جنب. أنا عارف أبدأ هوج يسبه والله. قيري فيوت هناك صار. أنت عنك بالعادة بقضمة واحدة جاي من الدوام مولع. كان اكلت شيء بالدوام طيب. انت عاد ابخص ضيق تحت ذي ضبط ايش انا التكريج ذي فيصل ايش التكريج ذا فين مكون اساسي مناسب لمرضى السكر اللي يبي يستفسر عن لا لا لا. بعض الارشادات التغذويه في هنا رابط الانستغرام ان شاء الله بحطه. سمك الربيان ايش دخل السمك؟ هو من السمكيات. الصور كريم الصور كريم جبه صور كريم ما بصور ما عرفتك يا رجاله. ابو سالم ابوه هاي ايدي لا اله الا الله. ان شاء الله الحين يجي شيء حطه ابصر فيش عشان اوقف. انت اللي تنحت عمرك مو انا. انت هرسته على الطاوله الله يجزاك خير يا اخي. ما عارف ايدك ثقيله كيف كذا ما عارف بيصنن هالحين.